اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين، عوده من جديد لفقره مع شابه وبنت لطيفه جدا. هي قدرت انه هي تجمع العديد من المجالات الابداعيه اللي بتحتاج الكثير من الابداع والكثير من المساحات وبين دراسه الطب ايضا. سعيدين جدا انه تكون معنا الدكتوره رونق عز الدين. اهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك. اهلا مرحبا بك، مساء الخير عليك وعلى كل المتابعين. انت عارفه انه كلنا عندنا نصيب من اسمائنا. اي رونق اسم على مسمى. شكرا. شابه استطاعت يعني انها فعلا تكون اسم على مسمى رونق، متلازمه الابداع. الابداع ما بسهوله الشخص يكون قادر على جمع الكثير من المواهب وقادر يتعامل معها بذكاء واحترافية إلا لو كان برضو هو تربى وتعلم وكبر ونشأ أيضا في أسرة مبدعة جدا. نبتدي بمتلازمة الإبداع ونبحر سويا يا رونا. طيب، متلازمة الإبداع هي مصطلح أنا كان يعني ركبته أو عملته. أول حاجة يعني الفكرة كانت إنه كلمة متلازمة عندنا في المجال الطبي طبعاً دائماً أقول لك عنده يعني متلازمة معناه في كم حاجة لما تظهر في حتة واحدة بنسميها متلازمة، سواء كانت مجموعة من الأعراض مثلاً مع بعض أو لو كانت مجموعة مثلاً من الفحوصات. المهم إنه في حاجات محددة لو اتلقت الحاجة دي اسمها متلازمة، متلازمة الحاجة الفلانية أو المرض الفلاني أو كذا. فقمت عملت حاجة اسمها متلازمة الإبداع. قلت إنه أي زول قادر يبدع في كم حاجة مع بعض، نحن دي بنسميها متلازمة خلاص. يعني قدرت تعمل كم شيء مع بعض انت مبدع. فقمت كتبت عن الحاجة دي، كان مقال في احدى الجرائد. بعدها بفترة قام صفحة الجامعة بتاعت كلية الطب قامت استضافتني، كان برضو قالوا لي انت الحاجة دي بتيها من وين؟ فسميناها كرياتيفيتي سيندروم او متلازمة الابداع. بعد ذاك بديت يعني اتشهر بالحاجة دي وتكلمنا عنها انه جمعنا بين الإبداع في حد ذات نفسه وعمل كمشي مع بعض وفي نفس الوقت ما بين الكلمة الطبية. طيب، متلازمة الإبداع رونق شنو؟ متلازمة الإبداع. طيب، أول حاجة أنا بدرس طب في جامعة الأحفاد، خريجة خلاص يعني. الحاجة الثانية بكتب، يعني بكتب في حاجات كثيرة. أول حاجة بكتب شعر، بكتب قصة قصيرة، بكتب خواطر، بكتب مقالات، بحب الكتاب عموما لانه انا مؤمنه بدور الكلمه يعني في تغيير العالم كله، مش بس في حاجه يعني محدده. فدي واحده من الحاجات اللي بعملها، حتى كتابه السيناريوهات، اي حاجه عندها علاقه بالكتابه انا بعملها. يعني ايفن حتى في الجامعه القصائد اللي بكتبها بتتلحن وتقدم في المسابقات الكبيره يعني بتشارك فيها الجامعه او حتى مسابقات الجامعه ذات اللي هي في اسبوع المراه. نعم، مجال الطب مع انه صعب ما سهل، عندي صديقات لهن كل التقدير في المجال ده، فعشت معاهم التجربه بتاعت مجال الطب، لكن هو بالمقام الاول انساني. صح، بدلاله انه احنا عندنا حتى اطباء معينين ميولنا اليوم النفسي يقول لك والله انا ماشي للدكتور الفلاني، بس حتى لو في زول ثاني يقول لك الدكتور ده. فالحاجه دي ليها برضو علاقه، يعني في ارتباط حتى لو ما كان واضح لكن خفي خلاكي برضو انت يكون عندك الارتباطات دي كلها او التواجد في مجالات ليها حس عالي جدا يعني، بس خصوصا الشعر وخصوصا الكتابه. لو الزول ما كان خياله واسع على ما اعتقد صعب انه يكون قادر على التعبير عن مشاعر ناس اخرين. صح، يعني انت لسه قلتي كلمه مهمه، قلتي الانسانيه. فاحنا كبني ادمين كناس يعني من كلمه انسانيه دي بنمشي بعواطفنا ومشاعرنا. يعني اي حاجه في المجالات كلها فيها الانسانيه، لكن طبعا الطب يعني انسانيته اكبر لانه بيعتمد على الاحساس بتاع الانسان. واحنا واحده من اهدافنا في دراسه الطب انه انت تشيل الالم من الانسان، يعني شفتي حتى الهدف ذاته رقيق كده يعني. فدي الفكره بتبقى هنا انه الانسان اللي بجد من جواه انسان بيكون مبدع في الحاجات الثانيه ايا كان نوعها، مثلا كتابات او غيرها يعني. طيب، متى بديتي كتابه الشعر وشنو القضايا اللي اكثر حاجه بتحبي تلمسيها من خلال الكلمه؟ طيب، بديت انا بكتب من زمان، ممكن اقول لك من الاساس من الثانوي، لكن ما كانت حاجات احتراف ولا حاجات رأت النور، كان حاجات يعني بتتكتب وبتمشي. لكن بدأت بصورة احترافية مما دخلت الجامعة، يعني لي 6 سنين أي قصيدة أنا كتبتها اتلحنت وتغنت في مسابقات أسبوع المرأة، بشارك برضو في المسابقات ذاتها بقصائد كده. فالحاجة دي بدأت من بداية الجامعة يعني بصورة مرتبة كده ومنظمة يعني. في الإطار ده خلينا نتكلم عن كندكت الأحفاد. كندكت الأحفاد
طيب كان ذاكة الأحفاد هو لقب أنا كان حوست عليه 2018 يعني حتى كان قبل الثورة، كان لسه الكلمة ذات كلمة كنداكة دي ما كثيرة في الأسماع، فكان الناس بتسألني إنه الكنداكة دي يعني شو؟ بشرح لهم إنه هي الملكة النوبية الكوشية وكذا. فكان شاركت في المسابقة دي، مسابقة شعرية، فكرتها إنه الطالبة الفائزة دي تتوج بنفس لبس الكنداكات الزمان وتتزف، يعني فعليا كانت طقوس ملكية حقيقية يعني. لكن طبعا المسابقة عندها شروط، يعني بما إنه هي حاجة فولكلورية وجميلة لابد انه القصيده اللي انت بتكتبيها تكون عاميه سودانيه، تتكلم عن المراه طالما هي كنداكه تكون مراه، تتكلم عن شجاعتها وبسالتها، دور الملكات، دور السودانيات عموما، مع انه هي سودانيه ملكه يعني حتى لو صحيح. طيب الاسره بالتاكيد هي عندها دور كبير جدا في انه هي تدعم يعني ابنها انه هو يقدم الحاجه اللي هو حاسبها، لكن انت من اسره كمان اعلاميه، فالحاجة دي قدر شنو هي أثرت وساهمت في إنه رونق تكون بذات الرونق في الكلمات يعني والأداء. شكرا لكي. طيب أول حاجة أنا هتكلم عن جانبين، فكرة أسرة وفكرة إعلامية. يعني أنا بحمد ربنا الحمد لله إنه أنا تولدت في الأسرة دي، يعني بغض النظر عن هم كانوا إعلاميين أو لا، لأنه أمي ربنا يديها الصحة والعافية وأنا من هي بحياه شديد وبترحم علي أبوي ربنا يرحمه. ألف رحمه. يعني حقيقي ممكن أقول لك إنه أمي وأبوي من الناس من الطفولة قادرين يفرقوا إنه أولادهم من أولادهم شنو. يعني ممكن أقول لك أنا مين في الروضة مهتمين بالمواهب اللي عندنا أنا وأخواني، البرسم أمي بتمشي تجيب له الألوان والإسكتشات والشنو ما عارفة، اللي بيحب الغنى بيمشي يشارك في الكورالات، يعني كانت مهتمية بتنمية الحاجة دي من زمان، بنمشي قصر الشباب والأطفال كده، فالحاجة دي بادية معي من الطفولة. يعني اهتمام الأسرة، وعي الأسرة بمواهب أطفال دي حاجة مهمة شديد. الحاجة الثانية فكرة إنه الأسرة هي كانت إعلامية دي خلتني إنه أنا ذات نفسي يكون عندي ميولات للحاجة دي. يعني أي زول أو أي طفل بيشيل من حاجة أبوه أو أمه، فأنا مثلا بلقى أبوي بيقدم في الأخبار في التلفزيون، تلقيني عاملة نفسي كده قاعدة في التلفزيون ولابسة النظارة شيرين. فالفكرة بتبقى كده يعني إنه الأسرة هي بتصنع الطفل حقها، فالحياة بادية من الطفولة والحمد لله. أنا بفتكر إنه دي نعمة ربنا أنعم بها. أطباء يعني في المجال، في المجال الإعلامي كزملاء لينا ممكن يكونوا ساهموا في تقديم البرامج الطبية مثلا، هل أنت عندك النية برضو في يوم من الأيام لتقديم ولا بس أنت حتميلي للطب وبعدين هي قالت لي حتكون جراحة إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله. أي في فكرة زي دي، لأنه أنا صراحة يعني مؤمنة بدور الإعلام جدا جدا في توصيل حاجات كثيرة، حتى بعض المفاهيم الطبية، حتى التطور بتاع الحاجات. يعني إحنا حاليا العالم كله ماشي بالميديا، فليه لا ما يكون في حاجات مختصة بالطب وفي نفس الوقت تتعرض في الميديا يعني. ففي أفكار زي دي. طيب شنو القضايا اللي تناولتها في شعرك؟ تناولتها طيب أول حاجة تناولت قضايا المرأة، طبعا ده نسبة لتواجدي في جامعة الأحفاد اللي أصلا تدعم المرأة يعني، فكتبت كثير عن المرأة ودورها وبسالتها يعني الحاجات دي. الحاجة الثانية كتبت عن الشباب أدوارهم، لأنه مؤمنة بأن الشباب هم ركيزة البلد يعني. كتبت عن السودان لأنه بحب السودان جدا. كتبت عن أمي وأبوي يعني، والحاجات العاطفية الثانية كلها، لكن ركزت في كان المرأة، السودان، الشباب. نسمع في دقيقة يا ريت جزء من القصيدة وبعد ذلك حننتقل لأنه إن شاء الله حيرفع أذان المغرب. طيب نقول حقول لكم واحدة من الحاجات تكلمت فيها عن الكنداكات السودانيات. قلت يا هسا ستاج الراس وكت تركز تعدل الميل، يا همنا بع الإحساس ويا هزين معاه عديل، يا هالراحة والمرسى وكت تفتر كتوف الحيل، ويا هالثابتة زي جبلا ما فارق معاه السيل، يا هالملكة تاجوجنا، يا هالسمحة بالتنيل، يا همرافي الحكمة ويا هالعاقلة ست الجيل، يا هالقمرة بتضوي بتنور في الظلام بالليل، ويا هاللمة والقلدة ساعة يتقابلوا الحبان، درست الأمل أجيال صنعت ليهم الآمال، دفقت العلم شلال وحلت لينا ألف سؤال، كتبت في الحكم أمثال وصبحت لينا أقوى مثال، وضحت في سمانة هلال ورمت الفرحة زي شبال. يا سلام. مشاهدينا حان الآن موعد أذان المغرب، وعلى مشاهدينا مراعاة فارق الوقت.
ما زلنا متواصلين مع متلازمة الإبداع مع دكتور رونق عز الدين، ويمكن أنا حتجه لذات الإبداع ولكن بمجالات مختلفة. يعني إحنا تحدثنا على الشعر والكتابة، ولكن المجال بتاع الإعداد والسيناريو والدراما والتمثيل، رونق كان عنده بصمة بالتأكيد مختلفة في هذا المجال. طيب أنا يعني بقول دائما الكتابات عموما اللي بيكتب في حاجة بكون عنده يعني بيدخل في مجالات الكتابات الثانية. يعني متأكدة مثلا اللي بيكتب سيناريو حتى ما بيكتب شعر بيكون ذواق في الشعر، اللي بيكتب مثلا قصص بيكون بيكتب شعر لكن ما شديد، فاللي بيكتب بيكون بيقدر يكتب في كم حاجة. فكان شاركت في كتابة عدد من الأفلام القصيرة وكتبت السيناريو. الإخراج برضو أخرجت فيلم كان اسمه عشان باكر، تعرض في يوتيوب أيام كوفيد. كان هو فيلم توعوي جمع بين الفكرة الطبية وبين إنه هو فيلم. وأذكر إنه طبعاً كان في مشرفين يعني معي، ما هقول لك أنا زول بروفيشنال مثلاً في الإخراج أو في كده، لأنه ده يعني ده مجال التخصص بتاعي، لكن قدرت أعمل حاجة حتى في وجود في جانب مجالك والمبادرات التوعوية، القوافل الطبية برضو ده جانب مهم يعني. وأنت بيكون إلى حد ما شاركتي بشكل أو بآخر رونا. طبعاً صح صح شاركتها، كان في يعني سنويا بشارك في التوعيه بتاعت سرطان الثدي. نعم. في برامج، في قوافل، حتى في يعني بنمشي مثلا قرى، بنمشي حتى داخل الخرطوم بننظم ايفنتات عندها علاقه بالحاجه دي، القوافل الطبيه، سرطان الثدي، الووكينج داي اللي هو ووكينج اجينست كانسر برضو. دي كلها فعاليات عندها علاقه بالمجال الميديكال يعني. وعندنا ايام صحيه قريب برضو جايه، وايام صحيه مضت وكده يعني. طيب التطلعات المستقبليه لرونق يعني. طيب التطلعات المستقبليه انه من طريق الميديا اقدر اعرض حاجات كثيره طبيه. يعني في حاجات انا ممكن اقول لك بعد ما درستها شفت انه الناس فاهمه مواضيع كثير شديد غلط في المجال الطبي يعني. فممكن استخدم الحاجه دي من خلال افلام، من خلال برامج، من خلال حتى شورتس يعني سكتشات صغيره كنت 30 ثانيه مثلا في واتساب والحاجات دي في التوعيه في المجالات الطبيه. بلس عندي ديوان شعري قريب جدا ان شاء الله حيكون قريب ومعاه كتاب. طيب احنا نختم بتوقيعك من خلال قصيده. طيب تمام. قلت أصل الزهج ما بيشبهك، في الدنيا ذات قدر شنو شال الملاك من طلتك، يا الزاهي الراقي وحلو كيف انت تقول زهجان عديل انت الجمال مكمله. ده كلام غريب حتى الصباح استغربوا، الكان بيشيل من نور ضياك ويبدا يوم من اوله، مليان حنان ودفى وامان يسقينا حن من جدوله، كيف انت تقول زهجان عديل انت الجمال مكمله. جواك عشق قدر البحر ما دون ظروف بتعكره، عندك بسيمة زي الأمل تسرق خيالي تودره، كيف انت تقول زهجان عديل انت الجمال مكمله. بهديك ريحتي تونسك وتشيل حنيني ترسله، بهديك معاها الشوك كتير ما دون ليالي تكمله، طمن قليبي عليك شديد وكلام غريب مترسله، وأوعك تقول زهجان عديل انت الجمال مكمله. ان شاء الله الإجابة وصلتك، بس غيت أي زوج يكون زهجان مزاجه خلاص. شكرا لك دكتور رونق عز الدين، بتمنياتنا دائما لك بالتوفيق، ودائما ان شاء الله في كل المجالات عندك بصمه مختلفه وعندك احساس كمان مختلف وطاقه جميله جدا. شكرا لك كثير، نورتينا. شكرا لك وشكرا لكل المتابعين، وبقول لهم يا جماعه دائما في كل لقاء انا بقول لهم اهتموا بمواهبكم ويهتموا بمجالاتكم الاكاديميه، واكيد انتم قادرين تبدعوا في كل الحاجات مع بعض. ومتلازمه الابداع دي منتشره عندنا في السودان بالمناسبه، بس محتاجه انه الناس تركز فيها. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، ما زلنا نتواصل معكم ولكن نلتقي بعد الفاصل.